بلا طول سيري الخط الساخن 71 106 111. مستمرين باللقاء المباشر مع وزير السياحة الأستاذ أفو جيدينيان أو أفيديس جيدينيان، وبمناسبة حلية الميلاد الأرمني الليلة زرنا منطقة برش حمود، وببرش حمود كنا عم نفتش على مكان واحد بيجمع روح الأرمن، فلقينا مركز باتكير وهو بيت ثقافي سياحي ومطعم هدفه الحفاظ على التراث الثقافي الأرمني. وكلمة باتكير بالأرمني بتعني صورة، وهالصورة عم تهتم فيها السيدة أربي مانغاساريان مع فريق من المختصين وسيدات برش حمود. ترعرعنا بين أهل وبين ستي وجدي اللي كانوا يحكوا عن ضيعتهم، عن عاداتهم، عن الإرث اللي كان عندهم إياه. حطونا بقلبنا هالحب لأرض والولاء للوطن يلي كان ضايع ضيعوا، فجينا نحن أحييناه هالجو هيدا بهالمكان. المكان أنا بسميه بيت الضيافة الأرمني. بهالبيت بنعمل معارض للحرفيين، لأنه معروف برش حمود منطقة حرفية بامتياز. عدا الحرف والأعمال اليدوية، في عنا المطبخ الأرمني يلي بيتميز بطريقة التحضير عند هالشعب هيدا يلي حابين نحنا نقدمهم ويتعرفوا عليهم. من يلي بياكلوه في ريحة قصص هالأكل، روحه مستمدة من جدودها، ونحنا عم نجرب خلي الناس تحس مثل ما نحن منحس. مش أنا اللي أسستها، عائلتنا أنا بيي أمي خيي ماريا الستات جوا الموسيقيين، هول هن عائلة باتكير من غار على هالإرث هيدا. بما أنه للكنيسة الأرمنية دور محوري بالحفاظ على التراث الأرمني، بمركز باتكير كمان التقينا بالمهندس رافي تشيرتشيان مؤلف كتاب الكنائس الأرمنية في لبنان. هالكتاب صادر عن معهد العلوم الدينية بجامعة القديس يوسف بإطار برنامج أطلس يلي بيتناول أماكن العبادة بلبنان. بالكتاب خريطة لأهم الكنائس الأرمنية وهندستها وتأثرها بالعمارة اللبنانية. إذا أرمينيا يعتبر بلد منشأ أو مصدر تكوين فن عمارة دينية أرمنية، يمكن اعتبار لبنان بلد مصدر تطور هذا الفن نحو نمط خاص وانتشاره لسائر البلدان. أكيد الأرمن استعملوا التراث اللي كان موجود بالمناطق عايشوا بكليكيا. بعد الثلاثينات تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة لتطوير الفن العمارة. صار في تشكيل نوع نمط تتوافق نوعا ما مع أسس مبادئ الفن العمارة الدينية كشكل،
وأيضا بالتنظيم الداخلي للمكان العبادي وفقا لخصوصيات أو خصائص الكنيسة أو الليتورجية والطقوس الدينية الأرمنية. ما في شعب ما بيكون متعلق لتراثه، هي شغلة أساسية مبدئية. هيدي التعددية والتنوع بالتراث بالحضارات بتعطي غنى للوطن، لازم نتمسك فيهم. هيدا التراث وهيدا التنوع بالتراث وهيدا الغنى لوطننا لبنان. مع الوزير، بحسب الردود الفعل اللي عم تلاقيها على الواتساب وعلى شبكات التواصل، كتير حبوا المشاهدين فكرة مهرجان دولي لبرج حمود. بعتقد ما رح فيك بسهولة تطلع من خلص الموضوع. ما أنا عم بجمع أفكار، عطيتني فكرة لذيذة ممتازة. هلا ما في وببرج حمود كمان عنا أسئلة، مع أنه ما كان عبالي نختمها بهالسؤال، بس كذا حدا سائل عن مشكلة مكب برج حمود، خاصة أنه كنت ناشط بالحملة اللي صارت من 6-7 أشهر مؤخرا. نعم. لتسكير مكب برج حمود أو إقفال مكب أو فتحه بكل هيدا المسألة. اليوم وين هيدا الأزمة وشو موقفكم منه؟ زبين، خلينا نقول نحن يمكن الفكرة عند الناس أنه نحن جبنا النفايات على برج حمود، عن فات نحن عم نشيل النفايات من برج حمود. نحن كان في عنا وباء اسمه جبل النفايات على بحر، على شط برج حمود، وهيدا الوباء اللي اليوم عم بيتخوفوا منه البيئيين وأصحاب الخبرة كان موجود وكنا عم نعيشه كل يوم. صحيح بفترة كتير طويلة، أول 6-7-8 أشهر، نحن رفضنا فكرة إعادة فتح هيدا الجبل أو هيدا المكب. بالنهاية لما كان مفروض يكون في حل، ونحن كطائفة إجمالا يشهد لنا بأننا منكون إلا الدور بحلول المشاكل، صح قبلنا نكون جزء من الحل، بس فرضنا على هيدا الحل نشيل العبء عنا، نشيل جبل النفايات. اليوم بعد 4 سنين مع كل الحديث اللي صار ومع كل المشاكل اللي صارت، كل الناس رح تشهد على تغير بالإيمج تبع برج حمود، بوجه برج حمود، لأنه نحن رح بيكون في عنا منطقة بحرية كتير كبيرة، لأنه اليوم سكان برج حمود ما بيعرفوا أنه في عندهم شط بحر. أنا عايش خلقان كبرت ببرج حمود ما بعرف في شط بسبب جبل النفايات. أوكي. اللي اليوم رح نشوف شط، نحن رح نشوف إمكانية استخدام هذا الشط. الخطة أنه خلال 4 سنة تنحل صح. الخطة مش خلال 4 سنين تنحل مشكلة النفايات بلبنان، لا لا لا، الخطة أنه المكب أو المطمر ببرج حمود بيكون انتهى أو رح يشتغل 4 سنين، بنفس الوقت بنكون عالجنا جبل النفايات. حليناه صح، طمرنا معه نفايات. نعم. جديده، مفرزه غير مفرزه، بس انه الموضوع اندر كنترول، يعني معروف شو عم نعمل، نراقبه يوميا، ورح بيكون في لنا مساحه كثير كبيره يقدروا سكان برج حمود يستفيدوا منها، لحتى لي اذا بدك يكونوا مدينه راقيه مثل المدن الاخرى. وقتها فينا نعمل فيستيفال برج حمود انترناسيونال على هالركعه بالواجهه البحريه مثلا، ووتر برج حمود ووتر فرونت. المفروض يمددوا لي 4 سنين لكن تكفي وزير سياحه. مع الوزير، شكرا لك، يعطيك الف عافيه. عبرك من عيد كل مشاهدينا الارمن، وشكرا لانك جيت على الرغم من يعني الجريب. انا بتشكرك كثير. بريك سريع وبنرجع. علي، مشاهدينا، شو صار الاسبوع الماضي بتركيا، وكيف تعاطت وسائل الإعلام اللبنانية، وسائل التواصل والإعلام بشكل عام بعد هيدا البريك؟ وبذكركم أنه إذا بعتوا لنا فيديو عم تشاركوا فيه مشكلتكم خلال الأسابيع الماضية، انطرونا لأنه بعد هيدا الفقرة رح نعرض بعض من هول الفيديوز. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01 48 48 80.